التأخير في زراعة القطن يعرض المزارع والمحصول لمشكلات عديدة تؤثر على حجم الإنتاجية وجودة التربة وتقلل من العائد الاقتصادي للفدان. لذا فالالتزام بالموعد المناسب للزراعة يعد بمثابة طوق النجاة. أما في الحالات التي يضطر فيها المزارع اضطراراً لتأخير الزراعة فعليه الالتزام ببعض الإجراءات لتقليل حجم المشكلات الناجمة عن التأخير وتحسين التربة والإنتاجية والوصول بها إلى أعلى حد ممكن. زرع القطن متأخر شوية، عايزين نعرف إيه اللي وصلنا للمحاصيل دي لإنتاج أعلى، يعني إنتاج أعلى، إيه اللي هنعمله؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم على أهم التوصيات الزراعية اللي إحنا بنعملها في القطن المنزرع متأخر عشان نوصل بالإنتاجية اللي عندنا الإنتاجية مقاربة للقطن المنزرع مبكرا. زي ما إحنا عارفين بالنسبة للزراعات المبكرة بالنسبة للوجه الإبلي والوجه البحري بتبقى محصورة إن إحنا لما بتكون درجة الحرارة في التربة على عمق 15 سنتي بتبقى 18 درجة مئوية لمدة 10 أيام متتالية ثابتة، ده بيبقى هو الميعاد الأمثل للزراعة، وده بيبقى موجود في الوجه الإبلي بداية من بداية مارس حتى النصف الأولاني من شهر مارس. بالنسبة للوجه البحري بيبتدي من نصف مارس حتى نهاية شهر أبريل. ما دون ذلك بقى اللي بعد كده اللي بعد المواعيد دي بيعتبر زراعة متأخرة. طيب المزارع بيزرع في زراعة متأخرة ليه؟ زي ما احنا عارفين بيبقى عنده غلة موجودة في الأرض عايز يضمها، ودي بتخلص في شهر 5. عنده بعض المحاصيل الشتوية اللي عايز يخلصها الأول وبعد كده يزرع زي البصل والثوم وخلافه في النسبة الوجه يبلي، بعض محاصيل السورجم، كل الحاجات دي عايز ياخد منها إنتاجية عالية، وبعد كده يبتدي يدور على القطن. وزي ما احنا عارفين برضك البرسيم بياخد منه حشة واثنين وثلاثة في وجه بحر. واحنا بنزرع متأخر عندنا عملية الخدمة الفقيرة اللي احنا بنقول عليها الزراعة الفقيرة، بمعنى ايه؟ ان هو ممكن يزرع على نفس التخطيط القديم، يزرع على نفس الارض القديم بدون خدمة، بس يراعي في الحالة ديت ان هو هيشيل الحشايش بسرعة وينظف الارض من القلائل اللي هي موجودة فيها، يعملها بالفاس زي عمليات العزيء وخلافه، او ممكن يعمل حرثة واحدة ويزحف على طول بسرعة بدون تشميس بدون خلافه عشان يلحق يزرع قبل ما الميعاد يتأخر عنده بدرجة كبيرة. وفي الحالة دي يفضل ان هو لما يجي يزرع بالتقاوي المناسبة في المواعيد اللي هو هيزرع فيها مع مراعاة الآتي، ان هو لما يجي يروي هيروي ري الزراعة ري على الحامي بالحوال، ما اعتقدش ان هو هيحتاج ان هو يشتغل في رية المحياة لان عندنا الانبات هيكون انبات سريع جدا لارتفاع درجة الحرارة في هذه الظروف، وبالتالي هو هيضطر يخش في الريات المتتالية مباشرة، وبالتالي بيوفر في الزراعة متأخرة بمعدل ريتين اللي هي رية المحياة، واذا كان في رية غسيل دي ما بتتعملش عشان ان هو متأخر في الزراعة. عمليات الخف، بالنسبة لعمليات الخف في هذه الحالة احنا زي ما احنا كنا عارفين ان الزراعات المبكرة ان احنا بنخف على اول ورقتين حقيقيتين على النبات يبتدي عملية الخف زي ما احنا شايفينها في الزراعة اللي موجودة قدامنا دي. بالنسبة للزراعة المتأخرة اول ما تطلع عنده ورقة حقيقية على النبات يبتدي يعمل عملية الخف مباشرة. ليه؟ لتسارع عمليات النمو عنده، وبالتالي ما فيش وقت ان هو يأخر العملية دي عشان ما يخشش في عمليات الهياج الخضر. نيجي بقى لعمليات التسميد بالنسبة للزراعات المتأخرة. عندنا السماد بالسوبر فوسفات، نراعي ان احنا في الزراعات العادية بنضيف سوبر فوسفات بمعدل 150 كيلو للفدان سوبر فوسفات احادي بمعدل 3 شكاير. انا ممكن هنا في الزراعات المتأخرة هزود الجرعة شوية هخليها 200 كيلو، يعني هزود شكارة كمان. ليه بقى؟ عشان الفوسفات بيساعد على النمو الثمري السريع، بالإضافة أنه هو بيحسن عمليات النمو الخضري، بالإضافة للتسميد الأزوت. التسميد الأزوت أن أنا هاخد أخفض الجرعة السمادية بتاعتي بمعدل 20%. بالنسبة للسماد البوتاسي، زي ما احنا عارفين بنضيف سلفات البوتاسيوم
سلفات البوتاسيوم ديت احنا بنضيفها بمعدل 50 كيلو للفدان في الزراعات المبكرة. لا، انا عندي في الزراعات المتأخرة هضيف 100 كيلو سلفات بوتاسيوم. طيب، هل لو انا مش متوفر عندي سلفات بالكمية اللي احنا بنقول عليها دي، هيعمل ايه المزارع؟ هيجيب 5 كيلو من سلفات البوتاسيوم ويدوبهم، ياخد المنقوع بتاعهم الرايق وياخده يرشه على النباتات وقت بداية الوسواس، وبعد كده لما يبتدي ينور، وبعد كده بعديها بأسبوعين بمعدل جمعتين ما بين كل رشة ورشة، يعمل العملية ديت 4 مرات بالنسبة للزراعات. بالنسبة لعمليات الري في الزراعات المتأخرة، زي ما احنا عارفين ان احنا فترة النمو هتبقى فترة نمو قصيرة، وبالتالي عمليات الري لازم تكون الري على فترات متقاربة بنسب قليلة من المية بجرعات قليلة. ليه بقى؟ عشان النباتات بتبقى درجة الحرارة عالية جدا في التوقيتات بتاعة الزراعات المتأخرة، وبالتالي مش عايزها تتعطش ونتأخر في عملية الري وناخد لها 3 أسابيع أو خلافه، وفي نفس الوقت لما نيجي نروي يكون الري بالحوال وعلى الحامي عشان ما تعملش تغريق وتعمل لي مشاكل إصابات فطرية، انتشار الحشايش، انتشار الكرسات والكلام دوت في الفترات اللي هي بتاعت نهاية الموسم، ما يحصلش عمليات احمرار فسيولوجي وخلافه وكلام من ده. نيجي بعد كده اهوت بالنسبه للجزئيه اللي هي بتاعت التعطيش، انا مش عايز اعطش في الزراعات المتاخره عشان في نفس الوقت ما يحصليش صغر حجم اللوزه ويحصل فيها عمليه البندقه، واللوزه بتبقى صغيره عن زياده عن اللازم وتعمل عمليه تفتيح اضراري، وبالتالي اخسر جزء كبير جدا من المحصول. فتبقى لدينا بعض المشاكل اللي هي بتبقى موجوده في الزراعات المتاخره، زي موضوع الهياج الخضري. نلاحظ ان احنا في الزراعات المتاخره طبعا لازم تكون عمليه الخف بدري عشان ما يحصلش ثروله في النباتات وهياج خضري. الهياج الخضري دوت بيجي النباتات بتبقى فيها نموات خضريه عاليه والحمل الثمري بتاعها قليل، وده بيقلل لي المحصول بدرجه كبيره. طب انا اعالجه ازاي الهياج الخضري دوت؟ ان انا اضبط عمليه الري تكون مظبوطه معايا. الحاجه الثانيه نجيب ماده البكس. ماده البكس دي بتترش بمنظم نمو، بيترش عند بدايه القطن لما ينور او بدايه التزهير، وبتترش رشه واحده، وبعد كده بعديها باسبوعين بنرش الرشه الثانيه دي بمعدل نص لتر للفدان. طب لو انا ما عنديش البكس دوت او الماده المنظم النمو ده، بنعمل ايه؟ في عندنا عمليتين سهلين جدا وغير مكلفين. اول عمليه عمليه التطويش، ودي بنطوش بعد 14 فرع ثمري على النباتات، بنقوم مطوشين القمه الناميه، بالتالي بنحافظ على النمو اللي هو موجود عندي. او نعمل عملية تانية ان احنا بنجيب منقوع سوبر فوسفات ومنقوع سلفات بوتاسيوم، ده 5 كيلو وده 5 كيلو، وناخد الرأي بتاعهم ونخلطهم على بعضهم ونرشه على النباتات بمعدل مرتين ما بين كل مرة والمرة حوالي 2 أسبوع، 10 هنا، الخمسة اللي هم سلفات وخمسة سوبر، والمرة التانية 5 سلفات و5 سوبر، ونكررها. لو العملية ما هديتش معانا شوية والنباتات بدأت تربط، نبتدي نعمل الموضوع ده الجرعة الثالثة من الموضوع ده، وبالتالي ده بيحافظ لي على النباتات من الهياج الخضري، وفي نفس الوقت بتحافظ على اللوز اللي موجود فيه والتوازن ما بين النمو الخضري والثمر. دي الظاهرة اللي هي بتحصل، ظاهرة الهياج الخضري، معروفة دايما بتحصل في الزراعات المتأخرة. وبكده نوصل بالقطن بتاعنا بقى لعملية الجني. هتوصل في المواعيد العادية جدا لما يفتح حوالي 50% من اللوز أو 60% من اللوز بيتفتح على النبات، نبتدي نعمل عملية التصويم للنباتات، نبتدي نقطع المية عليها عشان نبتدي نخش في مرحلة الجني. بعد كده بنعمل الجني محسن على مرتين، ودوت بيحافظ لي على الرطبة بتاعة القطن وخلافه. بعد كده دي كلها العمليات اللي هي بتاعت الزراعات المتأخرة عشان نحافظ على القطن من انخفاض المحصول. ولازم نحط في اعتبارنا حاجة مهمة جدا، إذا ما كناش نعمل عمليات المكافحة المتكاملة للقطن من رش مبيدات الحشايش، من رش مبيدات الحشرات في مواعيدها المثلى الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، مش هناخد أي حاجة من المحصول طول ما احنا ما بننفذش المكافحة المتكاملة. لأن ما فيش اي مبرر ان انا ما اعملش مكافحه واعمل كل العمليات الزراعيه بتاعتي كما ينبغي من ري وتسميد وخف وعزيء وخلافه، وبعد كده تيجي اصابه ما رشهاش، بالتالي المحصول كله هيضيع مني. يبقى المكافحه المتكامله في مواعيدها
المثلى بالتوصيات بالمبيدات اللي هي موصى بها من قبل وزارة الزراعة، نقدر نحافظ على المحصول بتاعي ونحصل على أعلى إنتاجية. وده بنلاحظه عندنا في الفلاحين في المحافظات المختلفة، عندنا مزارعين متميزين، بتلاقي مزارع متميز بيجيب لي الإنتاجية القصوى من المحصول بتاع القطن، المزارع اللي ما بيطبقش التوصيات بيجيب إنتاجية ضعيفة وبيقول لك البذرة وحشة ويخلفه. لا، أنت لما تطبق التوصيات المثلى في كل حاجة، بما فيها العزيق، بما فيها المكافحة المتكاملة، بما فيها التسميد، بما فيها خلافه، هتحصل على إنتاجية كويسة. ونتمنى إن السنة دي إن شاء الله تكون موسم ناجح جدا، وكل المزارعين يجيبوا إنتاجية كويسة ويبقوا مبسوطين، والقطن يرجع زي زمان. يبقى الالتزام بالموعد المناسب للزراعة طريقة الأفضل لضمان الحصول على محصول قوي وعالي الرتبة، وكذلك طوق النجاة للهروب من الكثير من الآفات التي تهاجم القطن، بينما يتطلب عدم الالتزام بالزراعة في الموعد السليم عناية ومجهودا أكبر من المزارع لمحاولة تلافي المشكلات التي قد تحدث وتؤثر سلبا على جودة المحصول وحجم إنتاجية الفدان.